فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبتخويل من مجلس الأمن ووضع اليمن. بعد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن وبعد اتهام السعودية الحزب اللبناني بالتدخل عسكريا وميدانيا في اليمن، ظهرت بعض الأصوات من قبل المحور اللبناني التي تتحدث عن تصعيد جديد للسعودية، وأنباء تتحدث عن استبعاد عودة السفير السعودي وليد البخاري قريبا إلى لبنان. فماذا جاء في الأوساط وما حقيقة الخبر؟ أبرز المستجدات الراهنة في لبنان، وأكدت لفخامته بأن المملكة. وفي التفاصيل، أشارت أوساط في محور الحزب اللبناني إلى أن هناك نوايا تصعيد جديدة من السعودية، وكذلك محاولة لها لتبرير الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي يتكبدها الجيش السعودي في اليمن والداخل الحدودي مع اليمن، لافتة إلى أن كل ما عرض ليس له أساس من الصحة ومفبرك، بعضه مضخم وليس في اليمن، معتبرين أن هذه محاولة لابتزاز الحزب وإيران على أعتاب جولة الحوار الخامسة بين طهران والرياض في بغداد بحسب موقع النشر. وبحسب المصدر السابق، كشفت أوساط لبنانية مقربة من السعودية أن التصعيد السعودي تجاه الحزب في اليمن لا يعني تبريد الساحة مع لبنان، بل يتجه إلى مزيد من التصعيد ولا عودة قريبة للسفير السعودي إلى لبنان، مضيفة أن هناك في السعودية رأي متطرف يقول أن لا يجب العودة إلى لبنان أو دعم أي فريق لمعرفة من هو الزعيم السني الذي ستنتجه الانتخابات ويكون ندا للحزب وأن يحصل على الأصوات السنية المؤيدة للسعودية. وتوضح الأوساط أن السعودية لن تعود إلى لبنان قبل معرفة خيار اللبنانيين إذا هل سيكونون معها أو مع إيران. وبدورها تؤكد أوساط سنية طرابلسية بحسب موقع النشر أن لا صحة لكل ما يتردد عن الرئيس سعد الحريري والرجل عائد إلى لبنان، وسيكون له مشاركة انتخابية وترشيح شخصي ولكن في مناطق محددة وعلى القطعة، وعودته متأخرة ولن تكون قريبة، مستبعدة أن يلغي الرجل نفسه وأن يحل طيار عمره 3 عقود وله إرثه السياسي بشحطة قلم. الملزمة التي أفضت إلى تكليف تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وتشير الأوساط إلى أن هناك ضياع سني ويزيد يومياً مع ضبابية وضع الحريري وانكفاء السعودية وغياب المشروع السني الانتخابي والسياسي البديل، كاشفة أن هناك تقدم سني سياسي وشعبي وانتخابي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.